رمضان يا رمضان يا رمضان، شهر الكتاب تلاوة وقيام. رمضان يا رمضان يا رمضان، شهر الكتاب تلاوة وقيام. السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كل شيء بخير وعلى خير؟ نتمنى تكونوا بخير وبصحه جيده يا ربي. النهار جيت نشارك معكم الدواره او التقليه. هنا يعاد جبتها من عند الجزار، هو ديجا كيكون غاسلها ولكن ماشي داك الغسيل 100%، يعني غاسلها مزيان ولكن ما منقيش مزيان، فيها الكبده فيها المهم الدواره كامله. غادي نشارك معكم طريقتي غادي ندير نقيها مزيان، وكتجي زوينه ما فيها لا ريحه لا والو، كتجي غزاله. ودابا البنات اول حاجه غادي نبدا بها هنايا معكم هي عندي الماء طايب، درته طاب ودرت فيه نص حامضه، جوج ورقات ديال سيدنا موسى والملحه. غادي نضيف لهم الدواره هنايا واحد 10 دقائق باش يسهل عليا انني نقيها مزيان. كنحاول انني ندخلها لداخل فص من الماء باش ترطاب ونقيها. شتو بدات كتطلق داك اللي دم ديالها؟ غادي ندوز واحد 5 دقائق بما غلات، وغادي نبدا نكرط فيها مزيان باش يحيد منها داك الوسخ. وهنا من بعد ما نقيت الدواره مزيان، كاين الجهه اللي خليتها ما نقيتهاش كتكون رقيقه، الجهه الغليظه كنقيها مزيان. قطعتها مع شويه ديال الكبده ومع اصلا شويه ديال الريه اللي كتكون معاها، قطعتهم مزيان. تقطع ما يكونش صغير، تقطع متوسط. والمرة الثانية عاوتاني غادي نسلقهم في شوية ديال الحامض، واحد ورقة واحدة صغيرة ديال سيدنا موسى، واحد الفص ديال التومة، وشوية ديال الملح. غادي نسلقهم واحد ربع ساعة هكاك المرة الثانية. ودابا غادي نزيد عليها الماء سخون بعد ما قطعتهم الطريفات وضفت عليهم داكشي اللي قلت لكم ديال الحامض ورق سيدنا موسى والملح والتومة. غادي نزيد عليهم الماء طايب ديجا عندي مغلي، وغادي نخليهم هكا. خصكم تقابلوهم باش ما يفيض، حيت كتبدا الكرشه ملي بدا كتسلق كتبدا تفيض، كتلق واحد الكشكوشه وغادي تبدا تفيض. ضروري تكونوا مقابلينها واحد ربع ساعه وصافي، وصفيوها من بعد منين غادي تغلى المره الثانيه. وهنايا البنات عندي قزبر ومعدنوس، عندي شويه ديال الحمص، عندي جوج بصلات مشلضين مع جوج دروس كبار ديال الثومه، وعندي هنايا شويه ديال الملح، شويه تحميره، سكينجبيل والابزار والخرقوم والتحميره، وشويه ديال الملون الصناعي والكمون. ضروري ما تكثروش، ديروا غير واحد شويه لحقاش، هو الا كثرتوا منه كيعطي المروره في اي طياب طيبته. ما تكثروش الكمون حيت كيعطي المروره، هاني كنقولها لكم، كنصحكم بانكم ما تبقاوش تكثروا منه. المهم غادي نشارك معكم دابا من بعد ما تسلقت الدواره، وانتم من بعد ما تسلقت الدواره عاوتاني المره الثانيه وصفيتها، غادي نضيف عليها الزيت الزيتون، وغادي نزيد عليها التوابل والبصله والقزبر والمعدنوس اللي وريتكم. هنا ما درتش المطيشه، غادي ندير غير شويه صوص طوماط حتى تبدا تقلى. ضفت البصله والتوابل اللي عندي، انا سمحوا لي كنخدم غير بيد وحده، اضطريت انني نقلي هكا بيد وحده. من بعد ما بدات كتقلى دابا غادي نزيد لها الماء، الكميه اللي غادي تزيد غير واحد شويه باش نخليها تقلى مزيان، تقريبا واحد كاس قل ربع ديال العنبه هكا ضفته، نخليه عاوتاني هكا تقلى مزيان.
صافي. وغادي نبدا نخلي هذا الشيء يتقلى مزيان، نخليهم يتقلاو شويه، عاد من بعد غادي نضيف عليهم شويه ديال الماء. ودابا البنات خليتها كتقلى شويه من بعد ما ضفت الماء، واحد ربع ساعه تقلى مزيان في داك الماء اللي زدتو وفي ديك الشرموله، طبعا باش تشرب ديك الدوار تشرب ديك الشرموله مزيان. ديجا تسلقت لي في الحامض وفي الملحه، ما كثرتش الملحه وما بغيتش نضيف الحامض، حتى هو الحامض كيجي فيها مر، والا زدتو الحامض مصير غادي تجي حامضه. انا ديجا سلقتها في الليمون يعني في الحامض، صافي كافي. وغادي نزيد جوج معالق كبار ديال الطوماط، على داكشي مبغيتش ندير مطيشه، غادي جوج معالق كبار ديال الطوماط. وغادي نزيد دابا القزبر المعدنوس طري، انا المهم هكا كندير لها في الطاري، هي الطريقه ديالي، كتجي بنينه ما فيها لا ريحه لا نسمه لا حتى شي حاجه، اللي حتى اللي ما كيبغيش ياكلها غادي ياكلها بهذه الطريقه هذه اللي درتها، حقاش كتكون مغسوله مزيان ومنقيه مزيان، يعني حتى كتنقيها لحقه وطريقه تنصبيها. دابا زدت لها داك القزبر والمعدنوس وغادي نزيد عليها الماء صافي، وغادي نسد عليها من بعد ما تقلات مزيان. انا ضروري كنضيف هاد القزبر والمعدنوس في السمنطيه باش يبقى النسمه ديالو، نضيف الماء الكافي اللي غادي يطيب لي فيه الدواره ونسد عليها تقريبا واحد نص ساعه. ما غاديش نعطيكم انايا يعني الوقت، المهم نتوما انا عندي هاد الكوكوط دغيا كطيب، شوفوا نتوما كل واحد فاش غادي يطيبها، كل واحد وكيعرف الكوكوط اللي عنده واش دغيا كطيب واش كتلصق واش، المهم ما نقدرش نقول لكم شحال القياس المهم اللي غادي يطيب فيه. وغادي نسد عليها ونخليها انايا هنايا واحد نص ساعه على عافيه متوسطه. ودابا البنات منين دازت واحد نص ساعه نيشان فتحت عليها لقيتها هكا طابت، ولكن انا ما غاديش نحطها بهاد لاصوص اللي فيها، لحقاش غادي نخليها توقف في ديك لاصوص، غادي نخليها حتى توقف وسط منها يعني تعلق ديك المريقه تعلق، وغادي كيفاش غادي نقول لكم بحال غادي تشرب واحد شويه من ديك لاصوص وغادي توقف عليها، وغادي نقصلها على درجه حراره يعني تكون ناقصه بزاف، وغادي نزيد عاوتاني واحد شويه القزبر والمعدنوس وصافي. غادي نخليها تزيد واحد شويه وغادي نطفي عليها. غادي نحطها دابا، غادي نوريها لكم كي رجعت، انا حيت الدخان كيطلع نشتو بقات فيها ديك لاصوص واحد شويه خاتره وهي مقليه مزيان، يعني فيها الشقوب وديك لاصوص والمراقي ما كان علاش، يعني الانسان يدير غير ديك الكميه باش كتجي بنينه واقفه. هانتوما شوف كي جات، بغيت نصورها لكم منين كنحطها باش تشوفوها كي جات طايبه وبنينه، صدقوني كتجي بنينه. وبالصحه والراحه اللي بغى يجربها يجربها على ضمانتي، كتجي زوينه، يقدر ديروا لها الحامض يعني تسوقها بالحامض او الحار او اللي بغيتو تضيفوه ضيفوه، ما كاين حتى مشكل. Thank you.